عشان قصته يعني. هو الجنيه الفلاح أصدر في 8/7/1928، التوقيع بتاعه النسبي هو اللي مضى عليه بس بعشر برفكسات، كل برفكس حوالي مليون جنيه، مليون ورقة أو مليون جنيه، يعني 10 مليون ورقة اتعملت أو 10 مليون جنيه اتعمل، اللي هو جنيه الفلاح أو جنيه يا عم إدريس. والسعر بتاعه من يبدأ من 5000 جنيه زحلته تعبانة ممكن يوصل ل 100,000 جنيه، لو كان مقيم ممكن يوصل ل 250,000 جنيه. لكن هو قصته اللي هي اللي أنا بحبها يعني، إن عم إدريس ده جنايني كان عند السلطان فؤاد، أو فؤاد اللي كان أياميها أمير، وقال للأمير فؤاد أنا حلمت إن أنت هتبقى سلطان مصر. فالأمير فؤاد ضحك عليه وقال له إزاي أنا هبقى سلطان مصر وكمال ابن السلطان حسين كامل موجود، كمال الدين حسين موجود. فما كانش يعرف إن كمال الدين حسين تنازل عن بعد كده يعني تنازل عن حكم مصر، والإنجليز اختاروا سلطان فؤاد إنه يبقى سلطان مصر. لما الإنجليز بعتوا له وقالوا له إن إحنا عايزينك يعني وإحنا هننصبك سلطان، هو اتفاجئ. لما رجع قصر الزعفران لقى عم إدريس بيصلي، جنايني بيصلي على النجيلة، فجاء قعد جنبه واستنى لغايه ما خلص صلاه وقال له حرما يا إدريس بك، هو منحه لقب بكوية يعني كنوع من عشان رد جميله أو إنه قال له بشره يعني. فعم إدريس اتفاجئ وقال له في إيه؟ قال له ده أنا فعلا اختاروني إني أبقى حاكم مصر أو سلطان مصر، أيامها كان السلاطين ما كانش ملوك، وأنت بقيت إدريس بك. لأن عم إدريس جنايني لفؤاد سنين طويلة يعني، قعد أكتر من 20 سنة أو أكتر من 20 يعني أكتر من كده كان الجنايني بتاعه، فهو في عشرة يعني بيعتبروه من المقربين للسلطان فؤاد. والسلطان فؤاد فعلا وعده ان هو كأسرته تنزل على اول جنيه يتعمل في عهد السلطان فؤاد، وكان الجنيه ده هو جنيه الفلاح اللي هو عم إدريس. فعلا وعده ونفذ ونزل الجنيه ده في 8/7/1928، وما زال الجنيه ده مشهور، وصل لربع مليون جنيه اهو. فانا بقول برضو القصة بتاعته لان دي الورقة يعني احلى جنيه او احسن جنيه بالنسبة لي عشان قصته دي، فانا قلت انزله لكم برضو، وان شاء الله كل يوم هننزل عملة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.